بمناسبة اليوم الوطني لتبرع الدم، أبت مديرية الخدمات الجامعية والإقامة الجامعية فين سرير إلى أن يشاركنا في هذا اليوم الجميل، وهو يوم تبرع بالدم للمرضى على مستوى مديرية الصحة لولاية خنشلة. قمنا اليوم بهذا العملية، وكان الحضور تاع العمال من أجل التبرع لمرضانا ونطلبوا لهم إن شاء الله الشفاء، والحمد لله العملية راهي سارية وربي يقبل على كل متبرع.